أصدقائي، أهلا بكم دائما في تايم أوت عبر رؤيا الأردنية. وقعت في اتحاد كرة القدم أمس اتفاقية تعاون مشترك ورعاية بين الاتحاد الأردني لكرة القدم وشركة مدرار سبورت بخصوص الحقوق الحصرية لمباريات المنتخبات الوطنية خلال مدة التعاقد وهي سنة كاملة. ووقع الاتفاقية سيادة الشريف محمد اللهيمق رئيس مجلس إدارة شركة مدرار سبورت، السيد محمد عليان نائب سمو الأمير علي ابن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. وتعتبر شركة مدرار بموجب الاتفاقية الشريك التسويقي للاتحاد، وتشمل الاتفاقية تصفيات كأس العالم للمنتخب الأول والتصفيات الأولمبية للرجال والسيدات وجميع مباريات المنتخبات الوطنية الداخلية والخارجية. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014، ويتدرب المنتخب على استاد البتراء في مدينة الحسين للشباب وبواقع حصتين صباحية ومسائية، وذلك لحين موعد المعسكر التدريبي المنوي إقامته في تركيا قبل العودة إلى عمان للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية التي يستضيفها المنتخب والتي تنطلق في 13 من الشهر المقبل بمشاركة منتخبات العراق والكويت والسعودية. أصدر اتحاد الكرة يوم أمس جدول مباريات بطولة درع الاتحاد مستهل بطولات الموسم الجديد 2011-2012، حيث تم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين ضمت الأولى فرق الوحدات والمنشية وذات راس وكفر سوم والبقعة والعربي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الفيصلي وشباب الأردن واليرموك والجزيرة والرمثة والجليل. وستقام المباريات وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، وستنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة الأول من الشهر المقبل، ويبتدئ الوحدات حامل اللقب مشواره بمواجهة كفر سوم. بعد خسارته بثلاثة أهداف لهدف عاد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم من كوريا الجنوبية عبر رحلة استمرت أكثر من 26 ساعة تحضيراً لمباراة الرد يوم بعد غد الخميس المقبل ضمن الدور الثاني للتصفيات الأسيوية المؤهلة لأولمبياد لندن. وسيحاول النشامى الأولمبيون تعويض الخسارة في مباراة الذهاب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه عندما يواجهون الكوريين مرة أخرى على استاد عمان يوم الخميس عند 6:30 في مباراة ستشاهدونها في بث حي ومباشر على قناتنا الفتية والعزيزة رؤيا الفضائية. افتتحت في مركز الحسن في مدينة الحسين للشباب منافسات البطولة الأسيوية 18 للفئات العمرية للسكواش، وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة أسيوية هي الكويت والعراق وماليزيا وكوريا الجنوبية وباكستان والبحرين وإيران وسنغافورة وسريلانكا
ولبنان إلى جانب الأردن البلد المنظم. وبدأت المنافسات صباح اليوم بعد إشادة عالية بمستوى البطولة وأمل من لاعبي ولاعبات الأردن بتحقيق نتائج طيبة. أول بطولة رح نخوضها دولية، وإنه إن شاء الله يعني يكون إلنا هيك نرفع اسم الأردن مزبوط، ونكون قوايا ونكون قد المسؤولية. وهاي البطولة يعني إن شاء الله إنه إحنا نحرز إشي فيها، لأنه هي أول مشاركة إلنا دولية. عدة مدربين منهم كوتش ناصر وكوتش سعد، ويعني كلهم كانوا بيساعدونا وكلهم عم بيساعدونا عشان نتطور وعشان نكون قد المسؤولية تحمل البطولة. والله احنا كثير استعدينا منيح، يعني صار لنا 3 أشهر تقريبا عم نستعد لهي البطوله وعم نحد حالنا عشان نقدر نرفع اسم بلدنا عالي. يعني منتخب قطري مشارك بثمان لاعبين، 4 تحت 13 سنه و2 تحت 15 سنه و2 تحت 17 سنه. طبعا المنافسه وايد قويه بتكون، وجود منتخب باكستان وماليزيا من المصنفين الاوائل في اسيا، واحتكاك جيد طبعا للاعبين المنتخب عندنا، وان شاء الله نأدي اداء جيد وان شاء الله تكون نتائج جيده. والله مشاركتنا هي رح تكون خبره لهالشباب، لان البطوله مميزه باشتراك 15 دوله من اسيا، وهذا عدد جدا كبير واول مره بيصير في مشاركه جدا كبيره. رح يكون فرصه للشباب عندنا اللي هن حضروا حالهم وهن على مستوى كثير منيح، وانا بتامل انه يقدموا افضل عندهم ويحاولوا يكتسبوا اكبر خبره ممكنه. هذا الشيء رح يساعدهم باستمرارهم وبتقدم اللعبه بلبنان. طار صباح اليوم وفد المنتخب الوطني لكره السله للرجال الى مدينه دهوك العراقيه للمشاركه في منافسات بطوله غرب اسيا، والتي ينظمها الاتحاد العراقي لكره السله خلال الفتره من 23 وحتى 25 من حزيران الحالي. وتؤهل هذه التصفيات الى بطوله الامم الاسيويه المقرره في الصين خلال شهر ايلول سبتمبر المقبل. ويستهل الفريق لقاءاته في البطولة بلقاء أمام المنتخب الإيراني يوم الخميس المقبل، وهو اللقاء الذي قد يكون المفتاح الأبرز لخطف إحدى بطاقات التأهل الثلاث للنهائيات الأسيوية، قبل لقائه المنتخب العراقي يوم الجمعة المقبل والمنتخب السوري بعده بيوم. وجميع لقاءات المنتخب تجري عند الساعة 5 مساءً. تجري اليوم مباراتا قبل النهائي لكأس الأردن بطولة نظمي السعيد 21 لكرة اليد، التي تقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة. ويتواجه في المباراة الأولى الأهلي والحسين في قاعة الحسن، وتبدو مواجهتهما صعبة، خاصة أن الفريقين كليهما يتطلعان للوصول إلى المشهد الختامي كهدف أول، ومن ثم التتويج باللقب كخطوة ثانية. وتجمع المباراة الثانية التي تقام في قاعة قصر الرياضة السلط حامل اللقب وعمان، وتتضح بعد نهاية المباراتين هوية الفريقين اللذين سيتواجهان في النهائي. ومن أخبار نفس اللعبة، يعلن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية لكرة اليد يوم غد الأربعاء تشكيلة منتخبي الرجال والنساء اللذين يستعدان للمشاركة بالدورة العربية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة في كانون ثانٍ المقبل. وسيتم إعلان التشكيلتين خلال مؤتمر صحفي يعقد الساعة 5 مساءً في مقر الاتحاد، والذي سيقدم فيها المدير الفني للمنتخبات الوطنية عاصم حماد ومدرب منتخب النساء عصام السحار شرحا مفصلا حول خطة إعداد المنتخبين للدورة العربية، وتوضيح الأمور المتعلقة بموعد تجميعهما والمعسكرات الداخلية والخارجية والبطولات التي سوف تتخلل فترة الاستعداد. لكل جديد زوروا صفحة الرياضة على الفيسبوك رؤيا سبورتس، واتركوا تعليقا أو راسلونا على الإيميل الرياضي الظاهر أمامكم. ولكم منا تحية رياضية، وإلى اللقاء.